عجبتني اللي الناس بقى قالت عليها اللي هي بتاعت مرض الكانسر، بنعمل له كيرل الماوس ازاي، اللي هي بفرشة اللي هي اسمها موست فرش، دي فرشة ناعمة. دي حاجة جالي بقى الصور الدرجة اللي أولى من الحرق، وغير صوت الرجل، والرجل اللي انهي جنب الفليكشن وانهي جنب الاستنشن. وجاي في الصوره كاتب لك الرايت، وجاي في الصوره كاتب لك الليفت، وجاي يقول لك الرايت ايه والليفت ايه. دي حاجه جايب صوره ان المريضه واقعه على الارض وانت داخله الاوضه. انا عملتها بصراحه كل فور هيلب. وجايب صورة ان العيان نايم، جايب اللي هو الحتة اخر حتة في الظهر دي، وبيقول لك ان هي عندها قرحة المفروض هننامه في وضع ايه. احنا عارفينه طبعا من وضع برون. جايب المريض زعلان ان تحليله اتأخرت، المفروض هنقول له ان عادي بتحصل على طول. وبرده جاي الاشعة اتأجلت، برده المفروض نقول ان عادي بتحصل على طول. وجاي لي المريض المفروض وانا بعمل له سؤال بتاع من الزعاق، وجاي لي نفس الاجابه بالظبط، المفروض هنسنده وهو بيقع. بتاع من الزعاق اللي جالها بتاع المريض اللي كان بنعمل له شاور، وحس اللي هو دخده. جالي ايه تاني؟ جالي طبعا الانفلاتيك شوك، وجاي لي السوائل الداخله والخارج اللي احنا عارفينها السؤالين ان هم فحوص مهتم دول، وجاي لي سؤال الطلبيه والريفج، جاي فيها الريفج دي. وجاي كمان يا رب تفكش على المرض، نرجع على المواد. وجاي لي ان المفروض بغير على جرح الدراي، انا ليه نلبس ايه. قلت جاون والجلافز المفروض اتلقينا البتاع الجبيرة لسه طريه، المفروض نحطها في وضع صلب. وجاي لي وضع الجبيرة تكون على ايه، ابوف ظهرت. وجاي لي المرضى اللي عطست في الاكل، المفروض هنغير باكل جديد، هنغير ليه، هنجيب له اكل جديد. وجاي للمريضة اللي بتعمل اللي عايزة بسم الله الرحمن الرحيم، اللي كل شوية تروح للمجلة وتاخدها وتسيبها، المفروض اعمل ايه؟ المفروض يعني اساعدها، يعني قصدي اشجعها واقولها اللي هي ما تتكسفش. وجاي للمريضة اللي مش قادرة تعمل انما، اجيب لها الكماية اسمه ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، البتاع الكمية دي اسمه ايه مش فاكرة والله، بس هي دي. وجايب لي بسم الله الرحمن الرحيم والمرض برضو اللي زعلان ان اهله مش بيسألوا عليه، واللي هم قلناها المفروض ينكرج هنتكلم معاه وفيسنج تو فيس. وجاي لي برضو المريض اللي بسم الله. جالي سؤال بقى مش عارفة، يعني بصراحة أنا وقفت عنده شوية. جايب لي مريض عنده كلمة كده وحاجة كانسر، واحنا بنعمل له كير المفروض أول حاجة هنلاحظها ايه؟ هنلاحظ ان ضوافره وشفايفه زرقاء، ولا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا اللي اسمها ايه، ان اللي بتاعت السي في سي دي اللي هو البتاع بتاع السي في سي الدريسنج يعني بتاع واقع ولا ايه. انا بصراحة اخترت اللي هو عنده شفايفه وده زرق، يعني وضفر زرق، مش عارفة هي صح ولا غلط، بس انا اخترتها كده. وكمان وجاي لي في الداخل والغرق والخارج.
خارج ده اللي هم الاسئله اللي موجوده في حسن الختام اللي هو مره 300 ومره 50، بس في سؤال جديد بيجمعيه من ضمن السؤال بقى الدخل والخارج ده جاي اللي احنا ندخل ايس شيبس. انا سمعت البنات امبارح المفروض ما يجيب لك كميه الايس شيبس دي المفروض يعني تكون بالنص، انا عملتها كده برضو بعد ما عمل يعني انا حسبتها وفي الاول وبعدين نسيت وبعد كده افتكرت يعني بعد ما جمعتهم لقيت ما فيش اختيارات في التجميع، بعد ما افتكرت بقى وقرات السؤال كويس لقيت في ايس شيبس فعرفت ان هي هناخد نص الكميه فعرفت يعني فجل الاجابه على طول فاخترتها. يعني البنات تاخد بالها من الحته دي كويس. وايه كمان وايه كمان جالي من اسئله الغرف غرفتين انا عارفاهم في غرفه جديده بس بتعرف تحليها منها يعني سوء بدي يعني بتعرف تحلها معاش صعبة. قالي حق المريض ايه اللي هو يستخدم الموبايل وجالي المفروض اللي هي الدوكيومنيشن دي اللي هي الدوكيومنتيشن دي المفروض رايتنج اللي هي حاجة متسجلة يعني المفروض نكتبها وكمان الحاجة اللي بتضمن يعني ان المريض ياخد حقه صح او بتضمن حق المريض دي على حسب ما فهمت كان جاي اللي هو التوقيع ده اللي هو اللي هي كونسنت انفورمنت ده ولا اسمه ايه مش فاكرة، بس هي دي ما كانت انسب حاجة ليها. يعني جايب لي السؤال المفروض يفحص القلب اللي هو الايكو، جايب لي الام اللي بتغير للطفلين اللي بنعمل هاند واشنج اللي هي بريفنت انفكشن، و جايب لي بتاع اللي هو نت عصير دي مرتين بس بطريقتين ان المريض تخفي داخل يعني وحس اللي ما عادش شايف نديله عصير. جايب لي مرضى اللي هي عندها مرضى عندها جايب لي مرضى عندها 35 سنة نكتب على هنا بتاعتها ايه اللي هي من استرويتد، وجايب لي اضرار مرضى بعد سحب التحليل المفروض هنودي التحليل يعني هنوديها في الحال إيه ان وجايب لي برضه سؤال ان المعمل عطلان هنعمل ايه او انا هنحطها في الارفوجيتور إيه، وجايب لي المرضى اللي انت اللي اخدت اللي لقيت فلوس وحطها في جيبها دي اللي هي انتجريتري، وجايب لي برضه سؤال وجايب لي اللون اللي هي بتاعت الانابيب اللي هي بتاعت البي تي والبي تي تي اللي هي الزرقاء دي بتاع الاي ان ار، وجايب لي اول عينه بنسحبها من في اي اول عينه بنسحبها اللي هي البلاد كالشرز اللي هي عينه الدم، وجايب لي بتاعت الميد ستريم من فين لفين وتكنيكها يعني، وجايب لي المريض عنده حساسيه من الورد مش عارفه قلتها ولا لا، بس هو هنتلزا نيرس ايميدياتلي، وجايب لي بتاعت اللي هي عنده 39 حراره 39 وعايزه اخد عينه من الجرح نغسل الماوس، وجايب لي برضه زي هيها في الاختراق اللي احنا هنغسل الجرح اثناء الكحه. المريض زاد وزنه زاد المفروض هنعمل ايه واحنا نقيس له الضغط اللي انكريز ذا كاف سايز، وجايب لي شويه حاجات كده علامات حيويه من ضمنها ضغط عالي السؤال اللي موجود في حسن الختام ده هيبقى ايه الهايبر تنشن، وجايب لي بتاع سؤال الحصان ده بيدل على الاله اللي هي اسبيريشن نومينيا تعمل عملية، والمفروض ايه اول حاجة هقول للمرض عليها اللي هي البنج يروح اللي هي الابيدرين دي اللي كان السيد قال عليها السؤال اللي هو لو تلقيت المسكات جاية قليلة المفروض هنعمل ايه، المفروض هنبلغ عشان نمنع حدوث ده في المستقبل. السؤال ده برضو في حسن الختام، وجاي لي مرض الاستروك بياكل هياكل ايه، جاي لي من ضمن الاختيارات نفس السؤال اللي جاي لي لسيد امبارح ان اللي هو بتاع البطاطس المهروسه دي. سؤال على الكنه والوكر
اللي احنا عارفينها كانت بتتمسك في انهي هي والله انت ايه؟ الوكر مثلا الراجل المريض عنده ضعف الجنب اليمين امسكها في انهي جانب. جاب لي بتاع الطفل الشرقان بس ما جابلكش ملك مهابر على طول، جاب لي اللي هي جبنا دراستي اللي هي طقطقه البطل. اقرا الاجابه هتلاقيها في الاخر خالص قدامنا دراستي. جايب لي السؤال اللي في حسن الختام ده اللي هو المرض بعد العمليه وحاسس اللي هو دايخ مش عارفه ايه اللي هو الاجابه، يعني احنا عارفين المفروض يرفع رجليه. جايب لي المريض حاسس اللي هو دايخ، لا 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 هتكلم وانا بسحب له عينه الدم المفروض هنعمل ايه. جايب لي في جايب لي في الاختيارات اللي احنا مثلا ننيمه ولا ننيمه ونرفع رجله ولا ننيمه يعني داون ولا اللي هنخرج السرنجه وستوب تكسم بال، هي دي انسب حاجه، هي دي الصح يعني. جايب لي صورة الدوبلر بتعمل ايه، جايب لي صورة فيها دوبلر على الرجل دي بتاعت السيكروليشن اللي هي بتشوف البتاع اللي هي الدورة الدموية. وجايب لي صورة بقى نفس السؤال اللي جالي من الدعاء اللي المرض بنعمل له شاور وحاطط اللي هو الشراب ده واللي انا باين ورم، فانا عملت اللي هو هنشوف البالس اللي هي تشيك ذا بالس واحنا كنا اختلفنا عليها بس بصراحه انا عملتها كده. جايب لي السؤال بتاع الدارك يورين بدليل على ايه، هو الظاهر تيشن اللي هو الكفاف. جايب لي بتاع اللي تعرف الاراسايت اللي هو السورس في الجوين اللي هو قلق اللي هو بتاع التهاب في المفاصل. جايب لي سؤال امتى دخل على الحكامه مستعار قالته كلكم يعني اتفقت عليه اللي هي قبل ما نغادر الغرفة وقبل ما نعمل الانترنشيب. جاب لي سؤال اللي هو امتى بلبس الشراب، السؤال ده في حسن الختام اللي هو قبل المريض يغادر قبل ما يقف قبل ما يغادر السرير يعني. جاب لي سؤال بقى مش عارفة حالته صح ولا غلط بس السؤال بيقول لك وانت وانا من باجي يعني المريض من السرير للكرسي بعمل ايه. كان في من ضمن الاسئله يعني اللي انا بحط ما كانش جايب في كان جايب اللي احنا نحط الحزام، هو كان مركب حزام يعني مركب نركب الحزام على الدايفجرام انا ما اخترتهاش مش عارفه صح ولا غلط. انا اخترت المفروض ان احنا نحط رجلنا بتوين رجل المريض مش فاكره يعني اللي هو انا قاعده مش عارفه انا حطيتها صح ولا غلط بس انا متاكده. جاي لي تعريف الديسفاجيا اللي هي صعبه في البلع، وجاي لي تعريف اللي هي جاي لي المرض بعد العمليه جاي له قش ريشيا كلية دي بسبب ايه اللي هي كونتمينيت التيفود ومريض اللي عندي بكتيريا اللي هي بتاعه الجونيريه هي دي اللي هي السيلان. جاي لي المريض اللي صايمه في رمضان المفروض هنشجعها ونتكلم معاه يعني. جاي لي السؤال اللي في هم جدا المريض اللي هو كوليسترول 4.5 والطبيعي من 4 هنعمل ايه، هنديله فيجيتابلز وفواكه. مريض زائر عطس في يعني عطس وكح يعني المفروض هنديله زانيرسي ميدياتلي. مريض جاي له زيارة المفروض هنعمل له ايه، المفروض هنحطه في نتاكد اللي هو يعني مرتاح ونام كويس بس هو عكسها. هو جايب اللي هو ايه احنا بنريح المريض وبننام كويس امتى اما يكون هو جاي له زياره ماش جايبها كده يعني ماش جايبها دايركت كده جايبها لفه شويه. الهيب بيكون نوع التمارين بتاعته تمارين ايه اللي هي اكتف. وضع السي اس اف بيكون سايد لاينج اند فليكشن زني. جايب لي صوره وضع السمس دي بيقول لك دي ايه سمس طبعا، وجايب لي المثانه وبيقول لك دي ايه لازم المثانه تكون ايه اللي هي صوره الالترا ساوند لازم المثانه تكون مليانه، وصوره الدبل على الرجل دي عشان السيكروليشنز، وهنسحب هيسحب عينه بي تي وبي تي المفروض الانبوبه تكون لونها ازرق مش عارفه انا قلتها ولا لا بس
تمام. وسؤال الحصان، صوت الحصان دي اللي هي اسبريت نمونيا. مريض عمل عملية، مريض عمل عملية لمدة 6 ساعات. أول حاجة لاحظها وبلغ بها الممرضة دي اللي هي الباك بين. الطفل عنده كسر نوع الألم ايه أكيوت. مريض نايم بقاله فترة وعايزة أنقله من السرير. هنعمل ايه؟ جايب لك في الاختيارات اللي هي الدانلينج، بس ما يعني جايب لك اللي هي ست افيو من تو اتش اوف ذا بيت، ما هوش جايب لك دانلينج يعني على طول، جايب لك اللي هو يقعد شوية على حافة السرير. بص، وجايب لك سؤال وانا بنقل المريض من السرير الى النقالة. لا، اللي هو مريض جاي من العملية والمفروض بنقله للسرير على اللي هي نقالة، ما جالكش بقى المفروض نحطه في اس زاسم ليه في الجلل. في الاختيارات ان السرير يكون اوطى من دي كانت انسب حاجة، الباقي ما كانش ينفع، بس انا اخترتها كده ومش عارفة بقى بصراحة يعني انا اخترتها كده. جالي برضو سؤال لما بنقل السرير وانا بنقل المريض من السرير للكرسي، ما قالكيش انا هقف فين. هو جايب لك من ضمن الاختيارات هيكون وهو اصلا لابس حزام، من ضمن الاختيارات احط على الدايفرام، بس انا متهيألي دي غلط، هي بتحط على الوسط يعني الوسط، بس اخترت اللي هو احنا هنعمل كان جاي في الاختبار في الاختيارات يعني اللي هو هنحط رجلينا بين ركبتنا، قصدي بين رجلين المريض، ومش عارفه صح ولا غلط بس انا اخترتها كده بصراحه. دكتور بيعمل تمريض او الفريق كويس يعني دي اللي هي رسايتف كوميونيكيشنز. مريض جالي برضو سؤال لما انا بنقل السرير من وانا بنقل المريض من السرير للكرسي، ما قالكيش انا هقف فين. هو جايب لك من ضمن الاختيارات هيكون وهو اصلا لابس حزام، من ضمن الاختيارات احط على الدايفرام، بس انا متهيألي دي غلط، هي بتحط على الوسط يعني الوسط، بس اخترت اللي هو احنا هنعمل كان جاي في الاختبار في الاختيارات يعني اللي هو هنحط رجلينا بين ركبتنا، قصدي بين رجلين المريض، ومش عارفه صح ولا غلط بس انا اخترتها كده بصراحه. دكتور بيعمل تمريض او الفريق كويس يعني دي اللي هي رسايتف كوميونيكيشنز. مريض جه قال لي السبروميتر ازاي يعني التكنيك بتاعه يعني بيعمل ايه، ما قال يعني ما هوش فايده ايه هو التكنيك ازاي يعني المفروض. وكان جاي من اختيارات كده اتلخبط، بس انا فاكره الاختيار اللي انا اخترته اللي احنا اللي هو يتنفس ببطء، واللي المفروض ان الكور دي تترفع في لفوق. كان جاي في الاختيارات في اختيار تاني يعني ان الكور دي تفضل يعني تترفع وتنزل، بس انا بتهيألي قلت يعني انا عملتها اللي هي تترفع فوق، بس مش عارفه صح ولا غلط. مكان جايب مريض بيسحب عينة بول ومركب قسطرة. كان جاي في الاختيارات ان في مكان في القسطرة مخصص للسحب فاخترتها. كان جاي برضه من ضمن الاختيارات اللي احنا نحط سرنجة في القسطرة بتاعت الفولي ونسحب، بس انا قلت لا، ما دام هو في مكان مخصص للسحب اخترتها يعني، فمش عارفه هي صح ولا غلط. وجايب المريض ان بيشنت عندي وقط في الفينجر ودم برايت، انا والبتاع ده اللي هو ارتيريال بليدنج. قال لي وضع الانما ازاي، المفروض سايد لاينج. كان جاي في الاختيارات سايد لاينج يعني ما فيش غيرها. جاي قال لي في السؤال بسم الله
اللي هو بتاع ان الطفل ان مرات اهله جابوه وقالوا له يعني ايه اول حاجه هنبلغها في الحاله اللي هي اليوم دي، دي علامه من علامه الموت. دي جات لي برضو، قال لي برضو مش عارفة انا قلتها ولا لأ، بس جالي اللي هو ايه لو تلاقينا دم على الارض هنعمل ايه. ما كانش جايب تلزا نيرس، كان جاي إيه، كان جايب يقول لي احنا المفروض نلبس البيبي ايه وكلينت، انا اخترتها. جه قال لي تعريف المانوبلاجيا اللي هو وان سايد اوف ذا بادي والميد ستريم. طبعا زي ما قلت في الميد ستريم كان جاي قال اللي احنا نرسلها في الصباح، بس اللي لا في اللي هي اللي هو نمسحها تلات اللي هي سواب 3 تايمز من الفرونت تي باك. مش عارف انا قلت ولا لا، اللي هو دورنا في صحب العينه المفروض هنرسلها في ايميدياتلي. عندها 35 سنه، المفروض هنعمل ايه في هنكتب ايه في العينه بتاعتها اللي هي منستريشنز. جاي قال لي مرض المفروض الباول موفمنت ما فيش يعني حركة للأمعاء بقاله 3 أيام، هنعمل ايه؟ هنتلزن انا فلاتك شوك. قلتها بيقول لك ايه هو علامات الابيوز، كان جاي لي يورينز ان كونتينس فاخترتها. كان جاي لي تكرار الكلام، كان جايب لي حاجه كده ومرات بيقولها فالممرضه قالتها، ده ايه اللي هو ريبليتيشنز، بس كان جايب ريبريت بس اللي هو ما فيش ايشن في الموضوع فاخترتها. وجالي اول صوره من بتاعه اللي هي الحرق اخترتها برضو. وجاي برضو قال لي اللي هو وات افكت ذا فايتال ساينس، ما هو اللي بيأثر على العلامات الحيويه، انا اخترت اللي هي نقيسها في اوف ذا تايم اللي هو في نفس الوقت، يعني انا اخترتها كده. جاي قال لي الدوكيومنتيشنز المفروض يكون اورال ولا رايتن، انا كتبتها رايتن. مكان الجاس ابوف ذا هارت ابوف ذا ليفل اوف ذا هارت. وجاي لي تعريف الكولوستومي اللي هي فتحة في القولون اللي هي اوبننج اوف كولون سيرجيكال. مريض من استخدام الاكسجين المفروض نعمل ايه، المفروض اللي هي بتاعت النو سموكينج. ومريض مريض المفروض هيعمل أشعة، المفروض هنشيل ايه، انا قلت النكليس اللي هو العقد، مش عارفة صح ولا غلط بس انا قلت كده. جاي قال لي ان المريض وقع جاي 3 مرات، هنعمل له ايه، المفروض هنرفع حواجز السرير. ما جابش حاجة تانية غير دي، يعني دي انسب حاجة كانت المفروض تنفع. جاي قال لي البرونشوسكوبي اللي هي اكزامينيشنز اوف برونكاي. جه قال لي هلبس ايه وانا بسحب عينه، عينه قصدي مزرعه اللي هي الجاون والجلافز. جه قال لي المريضه اللي نزلت الاشعه ونسيت الريكوست، المفروض هتكلم مريضه تانية علشان تبعت لها الريكوست. سؤال الطلبيه ده اللي هو بتاعه الماسك اللي جت وطلعت في اللي هي الماسكات قليله، المفروض بسم الله الرحمن الرحيم، المفروض يعني نبلغ بكده عشان ما يحصلش كده في المستقبل. وسؤال الطفل اللي هو حصل له ابيوز ده، انا عملتها تل زفسكان، ما عملتهاش تل زانيرس، اللي هو نخبر الطبيب، مش عارفه صح ولا غلط، انا عملتها كده. الممرضه اللي عملت بص عن المريض هو كان لفف شويه، بس في الاخر الاجابه هي اللي يعني ما تكرر الاجابات هتعرف اللي هتعرفيه. المفروض يعني المفروض ان نقول لها ان ده ضد قوانين المهنه اللي هي افولت براكتس اسيتكس، ده المفروض تمسح البوست. وجاي لي برضو اللي هي كان الثلاثيه المفروض يمسكها فين كده او كده، يعني في اي كان هنمسكها في السترونج سايتس ومساعد التمريض في الويك سايتس. قال المريض اللي عنده 72 سنه وبعمل له كير، بس هو ما حددلكش هو انت بتعملي كير في انهي ناحيه، يعني في انهي يعني في ايده ولا بتاع، بس كانت انسب اجابه يعني لو تلاقينا
بيربل كولر بتوين ذا فينجر، دي كانت انسب حاجه المفروض يعني نبلغ الممرضه في الحال. بس بص جالس قال لي انا قراته مره او بتهيألي مرتين، بس انا مش عارفه انا حلته صح ولا غلط. بيقول لي مريض بعد العمليه المفروض اللي هو الاكسرسايز بتاع الرجل ده، هو كان جاي يقول جاي من ضمن انا احترت بين الاختيارين دول، اللي هو نحرك صوابع من فوق لتحت من 5 ل6 مرات، ولا نحرك رجله نفسها يعني من 6 ل10 مرات، نرفع رجل لفوق لتحت من 6 ل10 مرات. انا بصراحه اخترت دي ومش عارفه صح ولا غلط. انا قرات قبل كده بس مش عارفه فين، يعني انا قاعده ادور على من ساعتها مش لاقياه. السؤال اللي هو بتاع اللي هو الشلل ده مش فاكره بصراحه، هو جاب لي النوع اللي هو هيما ولا مانو مش فاكره بصراحه، هو جاب لي واحده من الاثنين بس ما جابش يعني اللي هي باربليجيا دي، هي جاب لي واحدة من الاتنين. بأكل المريض اللي عامل ده مضاف عينه، ودي اللي هو بنظام الساعة، الطفل اللي جاي كعب أزرق وأنا عايز أسحب له عينة الكابيلاري، المفروض هتفي أحط بلانكت عشان ندفي رجله. أثناء التشفيط لو المريض حصل له اللي هو ريجيت ده، المفروض اوقف التصفيط ونحطه في الكمفورتبل بوزيشنز، وبعد كده هنشفط له تاني اللي هو السكشن. مريض مش مرتاح في اللازوتومي بوزيشنز، المفروض هنحطه في السيمز، ما جاليش دورسال قال لي في السيمز. الجرح وبنضفه، ده اسمه ايه اللي هو السبلاش، اللي هي النضاره بلبسها ليه إيه عشان سوائل الجسم، هو كان ملخبطني بقى في الاجابات عشان قعد يقول لي سوائل ودم ومش عارفه ايه يعني وحاجات كده كتيره، بس هي الدم كده كده هو من سوائل الجسم، فانا اخترت سوائل الجسم بس ما اخترتش بقى الاختيارات التانية. المعمل بايظ، المفروض احط في العينه في الارفجيتور. بالنسبه بقى للصور، انا جالي صوره اللي الايد دي اللي داخله لجوه، دي المتنيه اللي داخله لجوه، دي اللي هي الفليكشن، وجالي فرص صوره اللي مريض واقع على الارض وممرضه دخلت عليه، المفروض كل فور هيلب، وجالي صوره السونار، وجالي صوره الدوبلر، وجالي صوره اول حاجه من الجرح، اول درجه من الحرق، وكمان وجالي صورة الرجل اللي هي اليمين متنية والشمال من المفروض الفليكشنز والاكستنشنز. صور يعني كلها حلوة بصراحة وبس، دي اللي انا فاكراه. مساء الخير يا مستر محمد.